أبناءكم وبناتكم سيدي وأم سعدون برؤيتكم الغالية، ما هي كلمتكم؟ إخواني وأبنائي المستقبلين، أشكركم وأسف أني ما تمكنت من السلام عليكم، مع تحياتي لكم فردا فردا، كذلك الشعب السعودي الوفي الحبيب إلى قلبي، من رجال ونساء وأطفال، أشكرهم وأتمنى لهم التوفيق والصحة، وأطلب للمولى عز وجل أن يأتيهم إن شاء الله الصحة والعافية في أبدانهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، وشكرا لكم. شكرا، الحمد لله على سلامتكم سيدي.